يعني 1,130,000 كل سنة من ورا مشروع بدأناه ب50,000 جنيه. اتكلمت في فيديو قصير عن البقر الاستيراد كمشروع، وهنا جاي اقولك التفاصيل. علشان تفكر في مشروع زي ده لازم يعني يكون عندك الاساسيات. طب ايه هي الاساسيات؟ رقم واحد المكان، لازم يكون عندك مكان جيد التهوية ومسقوف وواسع. رقم اتنين لازم يكون عندك خبرة ولو بسيطة في التعامل مع البهايم، لان البهايم لها طريقة خاصة في التعامل، فلازم أن تبقى عارف هي امتى بتكون مريضة وامتى بتكون محتاجة اللقاح وامتى وتحلبها ازاي وتشيل الروس من تحتها ازاي. البهايم لها تعامل، فلازم أن تكون عندك بعض الاساسيات في التعامل مع البهايم. الشرط الثالث لازم أن يكون عندك رأس المال 50,000 على الاقل. اتفقنا؟ خلينا متفقين ان في كل محافظة في مزارع للبقر الهولشتاين، وليه اخترنا النوع ده بالذات؟ لان النوع ده بيقدر يعيش ويتأقلم مع جو مصر المتقلب حاليا، يعني بيقدر يتأقلم مع الجو المصري. طيب نعرف طريق المزرعة اللي في محافظتنا ازاي؟ اي واحد رايح الجامعة خليه يعدي على كلية الزراعة ويسأل الدكتور او رئيس القسم عن اقرب مزرعة هولشتاين في المحافظة، وبالطبيعي دكاترة الزراعة بيكونوا مشرفين على المزارع دي، فبتلاقيه عارف طريق المزرعة والاسعار ماشية بكام وممكن يساعدك في مشروعه. وبالمرة اسأله عن كتاب تربية الابقار عشان تزود معلومات منه عشان تعرف البقرة في حالة مرضها يكون علاجها ايه. بعد ما يقولك على المكان هتروح تاخد عربية ربع وتطلع على المكان اللي وصفهولك وتجيب بقرتين هولشتاين. في الغالب السعر بيتراوح من 18 إلى 28,000، فاحنا هنجيب اتنين وليكن ب50,000. هما اتنين هتحميهم بمعقم وهتعقم المكان اللي هيعيشوا فيه. اتنين هيصرفوا على نفسهم وعليك، واخر السنة هتلاقي وراهم ولدتين يسوا 25,000. هقول لك ازاي. الوحدة منهم بتاكل 9 كيلو علف في اليوم في 7 جنيه ب63 جنيه، وبتاكل تبن او خضرة ب40 جنيه، وخلي فيه 7 جنيه تحت مصاريف العلاج يوميا. كده استهلاكها اليومي 110 جنيه، يعني البقرتين هيستهلكوا 220 جنيه في اليوم. بيجيبوا 50 كيلو لبن في 7 جنيه ب350 جنيه، وهم صرفوا 220، يعني موفرين 130 جنيه كل يوم، يعني في السنة ب45,000 جنيه. واخر السنة هتلاقي وراهم والدتين، الوالدة وهي لسه نازلة بتساوي 12 أو 13,000. خلي الوالدتين ب25,000 وعندك 45,000. بس انت ما تبيعش الوالدتين وكبر بهم انتاجك، بمعنى السنة الاولى عندك 2 والسنة الثانية عندك 4 والثالثة 8 والرابعة 16 والسنة الخامسة عندك 32 بقرة هولشتاين بيصرفوا على نفسهم وبيوفروا 750,000 جنيه ألبان و380,000 جنيه مواليد، يعني 1,130,000 كل سنة من ورا مشروع بدأناه ب50,000 جنيه. كل الموضوع محتاج شوية صبر، فانت شد حالك وعلى الله التسهيل، وما تنساش اللايك. سلام.